انظر انظر يا إنسان وتأمل هذه الأكوان، تجد الدقة والإتقان وترى كونا كم فتان. طير حلق حلقتان وسماء ملئت أقمار، شهب وكواكب ونجوم قد لفتت بهرت أنظار. كون مرسوم مجرى وينار بنور الله، كون مرسوم مجرى وينار بنور الله. لا بعد الليل والظلماء تأتي الشمس بالضياء، ينسج شعاعها ثوبا دافئا وضاء. تبدو حينها الحياة أزهى بالنور أحلى، سبحان من نوره غطى الأرض والسماء، سبحان من نوره غطى الأرض والسماء. لا 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 الله الرحمن الإنسان في القرآن، أن يتأمل خلقه أن يتفكر بالأكوان، كي ينير قلبه كي ينور الأذهان. فترى اقرأ واضحة أول آيات القرآن، فلذا اقرأ دائما وامضي للعلم بتفان. اقرأ اقرأ وبإمعان في كل زمان ومكان، اقرأ اقرأ وبإمعان في كل زمان ومكان. لا 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 هذه الاختراعات وتلك الاكتشافات جاءت بعد اجتهاد وأبحاث وأعداد. كان العلم سيفها والإيمان درعها، فانهل يا فتى منها تظفر مدى الحياة. فانهل يا فتى منها تظفر مدى الحياة، تظفر بإذن الله. لا 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 la 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 la. كون يجعل الإنسان ينظر فيه وبإيمان، يتأمل صنع الجبار في الأرض أو في البحار، فوق الأرض تحت الماء في المخلوقات جمعا، في الليل أو في النهار في النجوم والأقمار. من علم الإنسان ربي رب الأكوان، أبحر في بحر العلوم ولتدع الحي القيوم، أن يجعل مسعاك في طلبك للعلم يدوم. فالعلم نهر معطاء تأخذ منه ما تشاء، لكن بعد الاجتهاد ورضا خالق العباد تصل تحقق المراد، تصل تحقق المراد.